أستاذة منال أغا، المنسق العام بتاع حملة المتطوع للجيش المصري، النهاردة متواجدين حضرتكم في الشارع أمام مسجد مصطفى محمود. الشارع رده إيه على حملة المتطوع للجيش المصري؟ هو الحمد لله زي ما أنت شايف الشارع متجاوب جدا مع الحملة، واضح إن نسبة الوعي الوطني عند الناس بدأت تعلى وتوصل لمستويات مرتفعة جدا. الناس بدأت تفهم كويس قوي إن الجيش هو الدرع الواقي ليهم وللبلد ضد كل التحديات الخارجية والداخلية وضد كل الأخطار، فعشان كده احنا واقفين هنا واقفين معاهم. كل الناس بكل أطيافهم بكل نوعياتهم متجاوبة جدا معانا. احنا ما بنتكلمش معهم في السياسة، احنا ما بنتكلمش في انتخابات، ما بنتكلمش في اي حاجة. احنا كل اللي بنتكلم فيه ان احنا لازم ندعم جيشنا ونقف وراه علشان نقدر نفضل مكملين معاه لغاية لما نخطي ونحقق خريطة الطريق اللي احنا اتفقنا عليها من اول يوم في ثورة 30 يونيو. حضرتكم جمعتوا كام توقيع لحد دلوقتي؟ احنا النهارده نازلين عشان فاضل لنا شويه نيات قليله كده على المليون توقيع، فاحنا بنامل ان شاء الله بوقفتنا النهارده ان احنا نكمل المليون توقيع. حضرتك وقعت على ايه دلوقتي؟ وقعت ان انا مؤيد الجيش. يعني انت مع حملة متطوع للجيش المصري؟ اكيد. الجيش الوحيد ده اللي احنا لازم نسانده في سبيل مصر، في الحفاظ على امن مصر. فالامل الوحيد لمصر هي الجيش اكتر من كده. ايه الفرق بين متطوع للجيش المصري وحملة كمل جميلك وكمل جميلك يا شعب واحنا عايزينهم واحنا واثقين فيهم؟ ايه الفرق؟ ليه التشعب ده اللي موجود في حملات تؤيد الفريق اول عبد الفتاح السيسي او المجلس العسكري او المؤسسه العسكريه؟ طيب هو خليني اقول لك، يمكن احنا مش مع اي حمله من دول، او احنا ليه عملنا حمله لوحدنا، لان احنا شايفين الحملات دي كلها انا بعتبرها حملات سياسيه. الحمله بتبقى يعني عارف حضرتك بيتكلموا في الترشح، بيتكلموا في السياسه، بيتكلموا انهم عايزين حد معين. احنا بندعم الجيش كجيش. الفريق عبد الفتاح السيسي لو ترشح للرئاسه وكسب هنبقى فرحانين وهندعم الجيش، لو ما ترشحش وفضل كوزير للدفاع وعلى راس المؤسسه العسكريه برضو هنفرح وهندعم الجيش. فاحنا بندعم الجيش كمؤسسه، كعمود فقري للدرع اللي بيصون البلد دي، بغض النظر عن الشخصيات. احنا ما بنشخصنش المؤسسة العسكرية ولا بنشخصن الجيش. احنا بندعم الفريق عبد الفتاح السيسي وبنحبه وبنعترف له بالواجب الوطني والحس الوطني العالي ووقفته في ظهر الشعب مع القوات المسلحة في ثورة 30 يونيو. واحنا بنقول ان احنا يعني احنا كمان بنعمل ده مع الجيش، وطول ما عبد الفتاح السيسي موجود على راس الجيش احنا معاه. هو بقى رئيس جمهوريه احنا معاه ومع الجيش، يعني فاهمني حضرتك. انما احنا ما بنتكلمش في سياسه، اترشح ما ترشحش احنا بنحييه وبنقدره. اي حد تاني اترشح للرئاسه ونزل وفاز وكسب احنا هنحترم راي الشعب وراي الاغلبيه وهنفضل ندعم الجيش. يعني هو ده بس الفرق اللي بين الحمله بتاعتنا والحملات التانيه. الاستاذه منال اغا، المنسق العام لحمله متطوع للجيش المصري، شكرا جزيلا. شكرا يا فندم.